ولأن المعرفة قوة، والصحة نعمة، والالتزام واجب وطني، نقول صحتي ثروة لوطني. في البداية تقبلوا تحيات فريق عمل برنامجكم بلسم، في التنسيق الزميلة ميرا الغفلي، وفي الإخراج الزميلة منى محمد، وتقبلوا تحيات محدثكم دكتور بسام درويش، في الإعداد والتقديم. طرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. في البداية في معضفتنا السيدة سميرة شالو، مديرة عام مجموعة دبي للجودة. أستاذة سميرة السلام عليكم. مرحبا دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وبالبداية أتمنى لكم لفريق عمل مجموعة دبي للجودة المزيد من التوفيق والتميز، وفي سباق التميز لا وجود خط للنهاية، كما قال هذه المقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله. فمجموعة دبي للجودة مجموعة متميزة بكل المعايير، بكل، ومن يزور المجموعة يدرك تماما ما أقوله. وطبعا لنا الفخر أن نكون معكم أستاذة سميرة للإعلان والتذكير أيضا بجائزة الإمارات للتميز الطبي، وأيضا بالمجموعة الفرعية لجودة الرعاية الصحية. تفضلي في البداية. مرحبا دكتور، شكرا لك على الاستضافة، الله يسلمك، وعلى كلامك الطيب ما تقصر. طبعا مجموعة دبي للجودة هي قائمة دائما على نشر ثقافة التميز في جميع القطاعات، سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي بشكل خاص، الله يسلمك. طيب، نتكلم عن الجائزة، جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الجائزة يعني نبذة عنها، وأيضا ما الهدف من هذه الجائزة أستاذة سميرة؟ أكيد أستاذي، طبعا تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي حفظه الله، لتنميه وتعزيز دور القطاع الصحي في اتصال دولة الإمارات وإمارة دبي بوجه خاص، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وهو كذلك الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة. أطلقت مجموعة دبي للجودة الدورة الأولى لجائزة التميز في القطاع الطبي والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتكريم المؤسسات الطبية المتميزة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. طبعا الجائزة تعد إضافة نوعية جديدة إلى قائمة الجوائز التي تبناها المجموعة منذ عام 1994 في سعيها الدؤوب نحو تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز في قطاع الأعمال والخدمات على المستوى الحكومي والخاص في دولة الإمارات المنطقة. سألتني أستاذي عن الهدف من أطلاق جائزة الإمارات للتميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا لنا أهدافها كثيرة، بس أنا يعني بقتصر في هدفين استراتيجيين. أول هدف الجائزة هو تعزيز دور القطاع الصحي في اقتصاد دولة الإمارات عن طريق الترويج لدولة الإمارات كمركز للسياحة الصحية، وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار في قطاع الصحة، ورفع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي. طبعا ذلك سيؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين في القطاع الصحي بشكل عام. هدفنا الاستراتيجي الثاني اللي هو نشر ثقافة التميز الطبي والابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال ربط الجودة والسلامة بالتميز المؤسسي وضمان أعلى معايير النمو والابتكار في مجال الرعاية الصحية. طبعا يتم ذلك عن طريق اعتماد أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في جميع منشآت القطاع الصحي. هذا هو الهدفين الاستراتيجيين لإطلاق الجائزة، الله يسلمك. نعم، طبعا من يراقب السوق الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة يدرك تماما مدى أهمية ما نتكلم عنه، خصوصا التنافس الإيجابي لمصلحة وسلامة المريض، رحلة المريض، تعزيز رحلة المريض أو الزائر للعيادة بغض النظر إذا كان مريضا أو حتى صحيح الجسم، سليم الجسم، لأن الهدف دائما أن نرتقي بمستوى خدمات الرعاية الصحية، وأيضا
أيضا التميز في جودة الرعاية الصحية حينما يكون هناك ارتقاء والتزام بهذه المعايير كثقافة وليس فقط مجرد لوحة أو موجودة ضمن دفتر أو ضمن حتى الكمبيوتر أو ما شابه ذلك. ثقافة في كل مؤسسة صحية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ضيفتنا السيدة سميرة محمد شالو المدير عام مجموعة دبي للجودة، وموضوعنا عن جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى طبعا جوائز العديدة التي أطلقتها مجموعة دبي للجودة. وطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. أيضا نتكلم عن أهمية هذه الجائزة من فضلك، تفضلي. طبعا دكتور، أنت تكلمت عن تعزيز بعد البيئة التنافسية في القطاع الصحي بشكل إيجابي. طبعا هذا بيؤدي إلى طبعا مثل ما يقولون better patient experience. كذلك الجائزة مهمة جدا لأنها يعني تعتمد على نشر ثقافة التميز المؤسسي في القطاع الطبي وقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل خاص، اعتماد أفضل الممارسات الطبية عالميا في جميع منشآت القطاع الصحي. هي كذلك الجائزة مهمة لتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية في جميع قطاعات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وذلك كذلك يعني الهدف الرئيسي والأساسي هو ضمان توفير رعاية طبية آمنة وعالية الجودة لجميع المرضى. هذا هو الهدف الرئيسي والأساسي طبعا منها. نعم، زيادة أيضا القدرة التنافسية، وهناك امتيازات للمشاركة أيضا سيدة سميرة. طبعا تعزيز الإنتاجية، تخفيض تكلفة الخدمات، زيادة القدرة التنافسية، هذا كله موجود من ضمن نموذج الجائزة. طبعا أي حد بيشارك معنا من المنشآت الصحية بيحصل على التقرير راجعة من قبل مستشارين معتمدين في المجال الطبي. التقرير هذا بيساعدهم على تطوير خدمات طبية متميزة قائمة على المرونة والاستدامة. طبعا هذا إذا كانت في حالة المستشفيات القطاع الخاص، إذا حصلوا على هالجائزة وفازوا فيها هذا ممكن يؤدي إلى نتائج مالية أفضل طبعا عن طريق زيادة عائد الاستثمار، صافي الإيرادات، صافي الربح، غير أنه طبعا بيتم التعرف على العلامة التجارية للمنشآت المشاركة في الجائزة وتسويقها عن طريق مجموعة دبي للجودة. نعم، طبعا تقليل الهدر، ويعني كثير من المؤسسات العالمية حتى استخدمت ما يسمى بنظام اللين، وصححي لي إذا أنا أخطأت في هذا المصطلح أختي سميرة، وطبعا هي كانت أعتقد لتويوتا، لشركة تويوتا، واستفادت منه كبرى الشركات بما في ذلك القطاع الصحي في مختلف أنحاء العالم. تقليل الهدر بدون التأثير أو أن تتأثر الجودة، باعتبار الجودة هي المحرك الأساسي حتى للربحية وحتى الدخل، والأهم من ذلك رضا الزائر ورضا المريض، وبالتالي التميز في مجال تقديم الخدمات الطبية. وهناك فئات للجائزة أختي سميرة. نعم دكتور، بعد استلام الطلب من المشاركين والتقييم على حسب النتائج تتوزع الطلبات على 4 فئات. تمام، أول فئة طبعا هي البلاتينية، عدد النقاط يكون فيها 650 وما فوق. الفئة الذهبية عدد النقاط فيها يكون 500 وما فوق. الفئة الفضية عدد النقاط يكون فيها 350 وما فوق. الفئة البرونزية وعدد النقاط يكون فيها 200 وما فوق، أحد أدنى يعني. نعم طيب، إلنا كم بتعطينا أختي سميرة؟ أنا أعطيت 1000 الله يسلمك. إذن طرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. وضيفتنا سميرة محمد شالو مدير عام مجموعة دبي للجودة، وحديثنا عن جائزة التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة التميز الطبي في الإمارات. وأيضا طيب عندي تقريبا دقيقة ونصف، وطبعا بها دقيقة ونصف سأطرح يعني أترك الكلام لك لتتكلمين عن الشرائح المستهدفة بمعنى القطاع الحكومي أم الخاص. أيضا هل هناك تاريخ محدد أو حتى طريقة للتواصل لمن يرغب بالحصول على مزيد من المعلومات؟ تفضلي. نعم، أنا بختصر في دقيقة ونص. بما أن هاي الدورة الأولى للجائزة بيتم التركيز على تكريم المؤسسات الصحية من المستشفيات والمنشآت الطبية المتميزة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الدولة والمنطقة. الدورة القادمة بإذن الله سيشمل التكريم الكوادر العاملة في القطاع الصحي من أطباء ممرضين ومساعدين، وكذلك سيتم تكريم إدارة أفضل منشأة صحية، هذا إن شاء الله في الدورات القادمة.
طبعا انا حابه بس اتكلم لو بتعطيني 30 ثانيه بتكلم عن نموذج الجلجايز لان هذا شيء مهم جدا. نموذج الجلجايز يتكون من شقين، هو طبعا شق المبكنات وتشمل 6 فئات: فئه القياده، فئه الاستراتيجيه، فئه الموارد البشريه، فئه الابتكار، فئه الشركات الخارجيه، واهم فئه اللي هي الخدمات الطبيه من ناحيه الخدمه والمنتج. الشق الثاني من النموذج يركز على النتائج، وهي نتائج خبره المريض او البيشنت اكسبيرينس، النتائج الماليه للمنشاه الطبيه، نتائج تطوير الموارد البشريه، نتائج العمل الاجتماعي المؤسسي في المنشاه الصحيه. او اخر موعد طبعا تم تقديم الطلبات، طبعا تم التمديد كان 1/6 لكن مددناه لتمكين اكبر عدد من المشاركين، بيكون 30/7 هالسنة إن شاء الله. وتم التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة www.dqg.org. وطبعا أنا يعني أشجع جميع المنشآت الصحية سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص على التقديم في جائزة التميز في المجال الطبي، وذلك لتكريم جهودهم وإبراز دورهم في تطوير القطاع الصحي في الدولة والمنطقة. وشكرك جزيل الشكر. والشكر لفريق عمل مجموعة دبي للجودة وجائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشكرا لك سميرة محمد شالوم مدير عام مجموعة دبي للجودة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا على استضافتك. فاصل فابقوا معنا.